حبيبي برج الحوت، عفوا حبيبي برج الحوت، أنت انتظرت كثيرا كثيرا وبحثت كثيرا كثيرا ودعوت الله كثيرا كثيرا. ما تقول هذا الكارد؟ دعوت الله كثيرا، وهنا حب جديد، حب جديد سيدخل لحياتك بعد معاناة طويلة. حب جميل، حب بريء، حب صافي، حب نقي. شوف الله، يعني تغيير كبير جدا سيحصل، وأنت يعني هذا الحب الذي سيصل إلى حياتك هو الحب الذي تمنيته طوال حياتك. واخا أنت ربما، يعني هي قراءات عامة ومعممة، ربما أنت مارست قانون الجذب. واخا و يعني أنت يعني كنت تحلم، وكنت تحلم بوصول هذا الحبيب. يعني هذا الكرت تقول أنه حب جديد، واخا حب جديد سيدخل لحياتك، ليس حب قديم، جديد، واخا بعد معاناة طويلة، بعد معاناة كبيرة. قلت أنت رسمت، نعم، وأصير أنت رسمت في خيالك، رسمت في دفتر خيالك هذا الحب الجميل الذي سيصل لحياتك. لماذا؟ لأنك عانيت بسبب حب في الماضي. شوف، بسبب حب في الماضي، يعني أنت عشت في جحيم عاطفي. هذا يعني كان في حياتك، أنت أحببت كثيرا كثيرا هذا الحبيب، لكن هذا الحبيب لم يفعل أي شيء. شوف، انتهت العلاقة. شوفوا، هذا الحبيب لم يدافع عنك، هذا الحبيب لم يدافع عنك. أنت يعني كان هناك حب، أنت كنت تحبه كثيرا، وهذا الحبيب كان يعني الثبات كانت طاقته، وهذا ما وقع، يعني حدث انفصال، وهذا الحبيب كان جحيم في حياتك. واخا لم قد يكون ربما زوجك، هذا ما تقول هذا القرد، قد تكون علاقة زوجية لكن كانت جحيما، ما تقوله القرد. أنا أصف لكم، أقرأ لكم الطرد الكارت، يعني ما أراه، وأنت كنت تحب بزاف بزاف هذا الحبيب، والنهاية كانت هذه، لكن أنت يعني النهاية ليست يعني نهاية علاقة، لكن أنت تخرج من البرج، يعني تخرج من القفص، فبالتالي هو شيء إيجابي، هذه النهاية كانت شيء إيجابي. واخا أنت عزيزي بكيت بزاف بزاف، بكيت كثيرا، لكن بفضل أنك يعني دعوت الله كثيرا، يعني كنت كتطلب من الله بزاف، طلبتي يعني بكيتي بزاف وطلبتي بكل إيمان أن يعني أن يجيبك، أن يستجيب دعاءك الله. أنت يعني البعض منكم ربما يعني كنتم تصلون وتدعون الله، والبعض الآخر يعني كانوا يمارسون قانون الجذب لكن بإيمان قوي، لأني أرى يعني شوف يعني تغيير، يعني بعد معاناة تغيير كبير. شوفوا كارت النجاح، أنت يعني طاقتك ستكون النجاح. شوفوا من جديد، أنت كل ما رسمته يعني هذا تؤكد أن ما قلته صحيح، يعني ما رسمته في خيالك سيتحقق عزيزي، بالنجاح، بالنجاح والثمار وجني الثمار. واخا يعني كارتات جميلة جدا عزيزي الحوت، أنت يعني قمت بتفعيل قانون الجذب بقوة. شوفوا بقوة، أرى أنك يعني في هذا فيما يخص هذا الحبيب أنت ضحيت كثيرا، أنت يعني قمت بمجهود أكثر من قوي، مجهود أكبر من يعني مجهود كبير كبير.
فخا أنت يعني دافعت عن الحب وضحيت، هذا ما تقول يعني ضحيت فخا من أجل هذا الحب، لكن للأسف يعني النهاية كانت أنك يعني بداية جديدة. هذه كارت أنك تبتعد بالحزن من مكان، لكن ينتظرك شيء جميل بعد ذلك، وخا بعد هذه المعاناة تنتظرك المسرات بفضل، أعيد، قانون الجذب. نعم، قانون الجذب بالإيمان، أنت مارست قانون الجذب بإيمان عميق، وستتحقق يعني ستحقق يعني كل ما ترغب به حبيبي. هذا يعني هذا الحبيب، هذا الحبيب يعني حبيب الماضي، هذا الحبيب حبيب الماضي سيعود، هذا الحبيب سيعود، لكن الحب الجديد هو ما حلمت به أنت، يعني واضحة أنت، هذا الحب الجديد هو حلمك أنت. واخا أخبار سارة، شوفوا النهاية. صافي، ربما ستصلك أخبار من الحبيب الماضي. نعم، أنا يعني سأركز في الحبيب الجديد لأنها هي الأولى. نعم، هي يعني المهمة في هذه القراءة. هذه العلاقة الجديدة والجميلة لا علاقة لها عزيزي برج الحوت بما عشته مع الحب الأول. واخا يعني أنت حياتك ستشهد تغيير، لكن تغيير جميل، فيه ألوان، فيه قوس قزح، فيه سماء زرقاء، فيه طيور تغرد وتحلق. نعم، يعني هناك تغيير في حياتك، لكن بشكل عجيب حتى أنت لن تصدق. ما هذا؟ واخا، لأن ما رسمته في خيالك سيتحقق كل ما، لأنك مارست قانون الجذب بإيمان قوي، بدموع وبحب، وأنت تستحق هذه المسرات التي تنتظرك عزيزي. أنت يعني كما قلت تحول عجيب، هذا ما تقوله يعني كارت التاور، يعني تحول كبير جدا وعجيب. أنت ستخرج من صحراء جافة وقاحلة إلى واحة خضراء وجميلة وخلابة. هذه أخبار سارة في حياتك، أخبار سارة وجميلة، وهذا حب كبير ما سيصل إلى حياتك، وهكذا ستكون حياتك معه. حياة جميلة فيها رزق عاطفي، رزق مادي، رزق من كل الأنواع. هذه هي الحياة التي تنتظرك مع هذا الحبيب، رغم أن الحبيب الآخر كذلك يعني ستكون هناك إما رسائل، ستسمع يعني أخبار عن الحبيب القديم، حبيب الماضي. واخا، لكن هذا الحبيب الجديد هو العطاء، هو الإخلاص، هو ما تستحقه أنت، هو الحب الحقيقي وفرصتك لتكون سعيدا للأبد. لا يهم الأعمار، قد تكون يعني أنت شاب أو صغير، وقد تكون ناضج، الحب الحقيقي يصل في الوقت المناسب مهما كان عمرك. واخا، أنا أرى هنا حب جميل ورومانسي، كل ما رسمته في خيالك سيتحقق، رغم أن حب الماضي كذلك ستسمع عنه أخبار، أو سيقول لك، أو سيتصل بك. واخا واخا، لنرى ما هي رسائل السماوية. ما قلت يعني الرومانسية، الحب الرومانسية، يعني قلت ذلك أنك يعني هذه التعاطف وقوة الأرض. قوة الأرض ماذا تقول لك عزيزي؟ يعني أنت يعني ربما حبيب الماضي كما قلت سيعود، وستسمع أخبار، وسيتصل بك، أو شيء من هذا القبيل. يعني الحبيب الماضي لم يغب كليا، واخا، رغم أنك أنت يعني قررت أن تغير حياتك وصفي، يعني لا تريد أي شيء مع هذا الحبيب، لكن أنت ستتعاطف
ربما هذا الحبيب يعني سيندم ما فعله وأنت ستتعاطف، لكن تقول لك يعني هذه يعني متناقضة، قوة الأرض يعني أن تكون في الأرض، يعني أن تكون يعني صارما وحازما، يعني تكون رجلك في الأرض ولا تطير في السماء، والطيور مثل الطيور لا تحلق في السماء، يعني أن تكون نسيت لم أذكر الطاقات، فأنا أعرف أنكم تحبون أن أذكر الطاقات. الطاقات التي أراها هي طاقات مائية وهوائية، مائية عقرب سرطان وحوت مثلك، وكذلك هوائية دلو ميزان وجوزاء، وكذلك كذلك نارية أسد حمل وقوس، وخا هي المهيمنة. المائية هي، لا عفوا، ما هي المهيمنة؟ نعم، المائية مثلك، الهوائية والنارية. نواصل، والآن سنرى ما هي رسالة الملائكة، ملائكة الحب. تصالح، تقول أن شخص من الماضي سيعود لحياتك، وربما أنت ستسامحه. أنا دائما يعني أنا أقول لكم ما تقوله الكارت، لكن القرار قراركم. ربما أنت ستسامح هذا الحبيب، ربما ستسامحه، لكن ستستمر حياتك يعني مع الحب الجديد، أو ربما ستسامحه وستعود مع حبيب الماضي. وخا يعني أنا دائما أقول ذلك، يعني أنا أقول لكم، لكن أنتم من تقررون، أنتم من تختارون مصير حياتكم. وهذه تقول أن هذه الرسالة هي في الحقيقة للحبيب الجديد، لأني قلت أنه يعني حب، وحب يعني جميل جدا، وأنت حينما يصل هذا الحبيب أنت ستحس كما لو كنت تعرفه منذ زمن بعيد، يعني هو سيكون حب جميل. أنا وصفت لكم أنه سيكون حب جميل جدا، أخا علاقة جميلة لا علاقة لها مع ما عشته في الماضي. لكن هذه تقول التصالح، ربما أنت ستتصالح مع الحبيب وستعود معه، وسنبدأ من جديد، وسيحدث خصام من جديد، ستفترقون. وهذا الحبيب أنا أقول لكم أن هناك حب جديد جميل، وربما قد يكون حتى توأم الروح، لأن هذه تتكلم يعني عن المستقبل، وقد يكون هذا الحبيب الجديد توأم الروح، لكن ربما أنت تحتاج للنضج وما زلت تحب الآخر، وربما ستعيش تجارب معه عندما سيعود، لكن في الأخير أنت ستنتهي مع الحب الجديد الذي هو سيكون توأم الروح وليس حبيب الماضي. وخا لكن طبعا القرار قراركم. الأشياء مرسومة ستحدث، يعني أنت يعني إذا كان مقدر أن تلتقي بهذا التوأم الروح حسب ما قرأنا في القراءة فستلتقي، يعني كانت واضحة، يعني مهما يعني أنت طولت في المسألة، القدر لا يمكننا الفرار والهروب من القدر. واخا فهمتوني ياك؟ المهم أتمنى لكم الخير، أتمنى لكم الصحة والبركات السماوية تمطر عليكم يا الله، وحب الرحمن كذلك هو يعني مهم جدا أن نحس بالخالق بالرحمن لكي نكون يعني لكي تكون قويا. واخا كنبغيكم بزاف.